بكم من جديد، نواصل حوارنا الممتع جدا بالنسبه لي واكيد بالنسبه للمشاهدين. يعني كل الرسائل اللي جايه لي يعني كلها تحيات وحب للدكتور يحيى. بنتكلم عن العمالقه، واشتغلت مع هدى سلطان، واشتغلت مع محمود المليجي، واشتغلت مع يوسف وهبي، واشتغلت مع فاتن حمامه. طبعا العظيمه فاتن الحمد حمامة. لله طبعا طبعا ارض من فيلم الارض الاحلام داوود عبد السيد. داوود عبد السيد والفنانه العظيمه القديره سيده الشاشه بجد 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 هي اللي رشحتني في الدور واصرت على وجودي. يعني كان في خلاف بيني وبين المنتج، فلما كان من فيلم قبل كده انه ما وزعوش كويس لانه فيلم كان الحب في الثلاجه، وهو المنتج ده كان احسن يعني من افضل المنتجين، لكن موزع وحش قوي. فيعني عارفه اللي بيحب يدي فلوس يعمل فيلم كويس قوي لكن ما يتوزعش، ما كانش يهمه. فلما كلمنا قلت له احنا متفقين ان ما فيش، قال لي لا يا ريت مش انا ده الست فاتن حمامه، قالت لو ما يحل في قريب عملش الدور ست فاتن حمامه بجلاله قدرها. فكلمتها وساعدت تجربه عظيمه. صحيح كانت بتيجي بلاتو قبلك؟ انا اول يوم استغربت جدا على فكره، لان انا غالبا انا بروح دايما بدري. فاول يوم تصوير رحت لقيتها موجوده في الكرمان، كان في بنصور في الشارع في مصر الجديده، وكنت اول مره اشوفها لايف كده وجها لوجه. ما عدتوش بروفات ترابيزه والكلام ده كله؟ لا ما كانش فيه خالص. أول مرة كان أشوفها وقلقت من حاجة بسيطة جدا، إن أنا حسيت إن أنا، لأن أول مشهد بعد ده بهزر معاها هزار زيادة شوية فحسيت إن أنا مش هعرف أعمل، مش واخد على ده غير لو شيبت، ما كنتش عندي الشيب اللي موجود ده، فقلت لازم أكبر كمان عشان يبقى عندي القدرة نفسيا كده ان انا اهزر الهزار ده. وفعلا قلت لها معلش هنتأخر شوية، انا غالبا ما بعملش مكياج فهي حتى قالت لي لا خلاص خليه كده. قلت لها انا عايز اعمل ده عشان احس اعرف المشهد، اعمل المشهد ومن امتع على فكرة الافلام اللي انا كنت بشتغل معاها الحقيقة. يعني قول لي فاتن حمامة الشغل معاها عامل ازاي؟ هي تحسي يعني اهم حاجه يعني حسيتها ان الست دي رغم العمر ده كله بس بتشتغل بروح الهواء، يعني ما تحسش ان التاريخ ده، وده عشان كده عاشت لاخر فيلم عملته او عمل فن عملته متالقه. ده حقيقي. واخر مسلسل يعني وكتير نقول لها عايزين نشوفك، اولا بحييها طبعا يعني وأنا كمان سيدة عظيمة طبعاً. بحييها وبقول لها الف سلامة طبعا، اتمنى لها كل الصحة والسعادة. طب نشوف ان شاء الله نشوف المشهد ده، ما زالت فاتن حمامة تنظر للتمثيل بروح الهواة طبعا رغم كل ده نشوف ارض الاحلام، وده واحد من ايضا اهم بالنسبه لنا كمان على فكره ان انا بمثل مع فاتن حمامه طبعا. فاتن حمامه ويحيى الفخراني. انت ايه اللي خرجك في المستشفى؟ دول مجانين مش عايزين اشرب قال ولا انت من شويه كنت بتموت وبتقولي وصيتك دي خامس مره اقول وصيت. المهم لقيت الباسبور؟ لقيت. طيب الحمد لله. يلا بقى عشان اوصل في المطار. انا مش هسافر. ايه؟ مش هسافر. اللي عايز يهاجر يهاجر. انا قررت مش ههاجر. احسن حاجه عملتها. انا كنت عايز اقول لك كده. خليك قاعدين هنا. اللي يزنقني انا اروح اخر الدنيا. نرجس انا متشكر قوي على ليله راس السنه الجميله اللي قضيتها معاك. اشهر ضحكه في السينما المصريه على فكره، ضحكه يحيى الفخران دي اشهر ضحكه في السينما المصريه. بسرعه لازم اكلمك على شريف عرفه وسعيد حامد. اول افلامهم وتجارب انت غامرت كده نطيت في البحر. ايوه صحيح. حب في الثلاجه والاقزام قادمون الاول وبعدين الحب في الثلاجه. الاقزام قادمون كان شريف عرفه. ما بتخافش من التجارب دي؟
ما بخافش، بس ببقى عارف حدوتها. ما هو بقول لك انا ما ببصش لل يعني الحب في الثلاجة اكتر من الاقزام، من الاقزام قادمون كمان، لان ده قريته فيلم يجنن، سيناريو يجنن. قلت لهم بس ده يتعمل في هوليوود. ماهر عواد سيناريست كاتب بالظبط، كاتب سيناريو يجنن، بس ازاي تعمل المهم بقيت اروح، رحت لسعيد حامد البيت، لقيتهم يا عيني عاملين ماكيتات للديك ومش عارف ايه، غلبانه غلبانه ما خالص، طلبت سينما كانوا لسه متخرجين. فقلت لهم ايه ده؟ فقالوا لي ده اصل احنا بعتنا يعملوا الديك بس في انجلترا يكلف 80,000 استرليني، احنا عملنا كل الماكيتات دي ب 8000 جنيه مصري. طبعا طبعا لازم يتساب لخيال المتفرج اللي هو ده مش طبيعي ان هو ايه ده. اتخدعت بقى فيه في حاجه غريبه جدا يا مدام لميس، ان اتعرض في مهرجان السينما، القاهره السينمائي، مهرجان القاهره السينمائي، فلقيت الناس بتضج من الضحك وتسقيف. فقلت الله، طب الجمهور انا قلت ما الجمهور اهو، امال انا متخيل ليه ان الفيلم مش هينجح مع، لكن لما اتعرض في السينما بقى العادي لا، كان لازم يحسوا ان الديك ديك ديك ديك. لكن نجح جدا مثلا في اتليه اسكندريه مثلا كحاجه اكسبيريمنتال بقى، فانتازيا. لا الفنان لما بيتفرج بيحط من خياله هو. انت عايز تقول ايه؟ ايه الفرق بين فاتن حمامه وسعاد حسني وانت مثلت مع الاثنين؟ هما الاثنين فنانات عظام موجودين، بس كل واحد له يعني. فاتن حمامه الاحساس مع المخ في خلطه. الدوز عند سعاد حسني اكتر في الاحساس. عن عن المخ، عن العقل. العقل يعني ممكن تروح لدور ما تبقاش حاسب حسابه، حاسب حسابه يعني. لكن دي يعني عشان كده بقول لك ان ما فيش حاجه اسمها مين افضل، كل واحد بتركيبته. عارفه امتى يبقى خطا؟ لو حد عمل حاجه مش بتاعته مش حاسس بيها. يعني لو انا عندي مخي يتغلب على احساسي او وشغلت احساسي اكتر او العكس. يعني لازم ابقى انا، عشان كده لازم الفنان تقول انا نفسي اعمل ده. لو يقول انا نفسي اعمل ده يبقى ده الصح بتاعه. خلينا نشوف التقرير اللي جاي. بنحاول نجمع كل شغلك الدرامي بقى يعني. اتكلمنا عن السينما كتير وعن التلفزيون، لكن في التقرير ده بنحاول نتذكر مسلسلات ممكن تقع منا كتير، لانه كم مسلسل يا استاذ يحيى؟ مش فاكر والله، بس اكتر من 40 اكيد. يعني ليه بتحب التلفزيون اكتر من السينما؟ لا انا مش بحب التلفزيون اكتر من السينما، بس التلفزيون بيدينا فرصة اكتر للمواضيع للموضوعات. التلفزيون جمهوره اوسع كمان. يعني انا السينما دايما مقيدة بالموضة اكتر. يعني لان في متفرج بيقطع التذكرة. اولا انا في السينما في السينما في العالم مفتقد الجمهور اللي اكتر من 40 سنة ده. العالم طبعا كله. دايما جمهور السينما وجمهور الشباب الصغير. بالظبط. لانه مش هيروح السينما. صح. فبالتالي الاساس هو الشباب. تاني حاجة الزمن ده مين اللي بيدخل السينما؟ يعني في فترة من الفترات كانوا المهنيين الصغيرين الصناعية والمنتدى هي هم دول اللي بيدخلوا السينما بس. والميدل كلاس والطبقة المتوسطة دي ما كانتش خلاص. في زمن فاتن حمامه بدايتها بتاعه كده كانوا بيدخلوا بالفرادات والجامعه. فمين ابطالهم؟ صح. انا في التلفزيون هلاقي الجمهور اللي يتفرج عليا. لو عايز اعمل تجربه عميقه جدا هلاقي لها جمهورها، واقدر انا يعني ابسط نفسي والاقي حد يعيشني للسنه الجايه. يعيشك للسنه الجايه بالظبط. لكن ممكن في السينما ما يعيشونيش، بس دايما الجمله الاولانيه بتاعت ابسط نفسي انا استمتع. ده لازم. طب تشوف التقرير ونرجع.
طلته المميزة على الشاشة الصغيرة تخطف قلبك وعقلك، تجعلك متشوقا مجدوها بما سيقدمه لك من خلال الشخصيات التي يجسدها ويختارها بعناية، فهو أبدا لم يراهن على خسارة مشاهديه. يحيى الفخراني نجم نجوم الدراما التلفزيونية لأعوام وأعوام، منذ أن حل ضيفا عزيزا ومفضلا للأسرة المصرية في سبعينيات القرن الماضي مع أيام المرح. ومن منا ينسى رأفت في أبناء الأعزاء شكرا، والباشا الأرستقراطي سليم البدري بضحكته الشهيرة بعد كل انتصار يحرزه على غريمه سليمان غانم في ليالي الحلمية. احنا بقينا شركة خلاص. يلا فهمني كده وخش لي في الموضوع دغري، ايه الحكاية بالظبط؟ شركاتك بتوع شركة المقاولات باعوا لي نصيبهم. مبروك يا عمدة. بتقول مين؟ بعلك ايه؟ جاي وهذا ربيع الحسيني حينما تتجلى الرومانسية في نصف ربيع الآخر. أما في زيزينيا فكان بشق عامر عبد الظاهر، كما يحلو لعايدة أو آثار الحكيم أن تناديه، ومع أوبرا عايدة يتصدر سيد أوبرا المشهد. وهنا رحيم المنشاوي الذي يبكيك في الليل وأخره، لكنه يعود ليجعلك تعيش أحلى لحظات العز والدلع مع حمادة عز ومع شيخ العرب همام، يروي لك قصة الصلابة والتحدي في الصعيد الجواني، وقبل أن تصيبك الدهشة يبهرك آداؤه مع الخواجة عبد القادر. هنا هذا بيتي وهذه أشيائي، إذا كنت تريد أن تبحث عن الموت فابحث عنه في مكان آخر، ليس هنا يا مجنون. أيه اهربي بسرعة، اختبئي مع الفئران في الظلام داخل الجحور. الحياة حلوة لأمثالك. أعتقد أن الذروة كانت عند الخواجة عبد القادر. كل سنة في عنده شخصية درامية بيقفز بيها الأعمال اللي قبلها، ممكن طبعا في الرحلة دي يخفق مرة أو مرتين أو ثلاثة، ده بديهي، إنما في المجمل هو فنان قافز للحواجز وهو في حال التحدي مع نفسه. وبأداء سلس وعبقرية تمثيلية لا تتكرر كثيرا يبين لك أن للعدالة وجوه كثيرة، وقبل أن تتململ أو تظهر الضيق يبدع لك شرف فتح الباب ابن الأرندالي وجحا المصري، ولا يفوته أن يوضح لك أن عباس الأبيض لا بد وأنه سيأتي في اليوم الأسود، وكما أن للهلال سكة فللبحار مرسى. انا ركب الجلوين اللي عليها الجلد عدان فاكم؟ شوف يا عزة فاز بقى جدعانة المصريين، المكتب دي كان جاي من فرنسا، المرشد اللي عداها مرشد فرنساوي الأبوتان موريس، وهي راجعة بقى من بورتفيق لبورسعيد اللي هيعديها مرشد مصري. سبحان مغير الأحوال. هذا هو الفخراني وهذه هي شخصياته التي لا ينساها المصريون، وكيف لا وهم دائما على موعد رمضاني لا يخالفوه أو يخالفهم إلا مع إبداع جديد بنكهة نجمهم المفضل. طارق أحمد، هنا العاصمة. مين الأقرب ليك؟ يعني مين في أي شخصية كانت الأقرب ليحيى الفخراني؟ أعتقد ولا واحدة والله. ولا واحدة. لأنه فيه جزء يعني في شخصيتي مع كل دول في حاجة. يعني سليم وعز وحماء كل ده. حاسس إن أنا بعيد عن يعني أنا عكس خالص مثلاً حمادة عز ده، أنا مش متدلع. لا أنا يعني مسؤول مسؤولية زائدة. يعني طبيعتي كده. وده ممتع قوي بالنسبه لك انك تعملي العكس تماما. شوفي انا الراي ان الفنان دايما اللي بيشتغل في الدراما، انا قلت ده لابني المخرج، قلت له احنا محظوظين لان انت بتعيش الحاجات اللي ما تقدرش تعيشها، وبتعيش لحظات الدنيا كلها حتى السخيف منها، ما الدنيا تجارب يعني، فانت بتجرب كل الاشياء واللحظات الإحساس اللي ما فيش حد تاني بيمر بيها. يعني السنة اللي فاتت رمضان كان
يحيى الفخراني مع شادي الفخراني دهشة، وعبد الرحيم كمال، وكان عادل إمام مع رامي إمام صاحب السعادة، وكان محمود عبد العزيز مع نجله أيضا كان منتج في جبل الحلال. إيه الجيل الكبير بياخد بإيد الصغيرين ولا أنت شايفها إزاي؟ والله أنا شايف أنه العكس ممكن. العكس؟ أقول لحضرتك إزاي. يعني أنا اللي في سننا محتاج لروح الشباب اكتر، بشرط انه لازم يبقى كويس وكويس قوي. يعني هو شادي زيه زي اي مخرج شاب عنده رؤى جديده، ده يساعدنا انا ان انا اتشاف بشكل مختلف. بس شادي لو مش كويس، ولا انسى انه ابني تماما، ولا في الشغل ما تعرفش. بس صحيح ما رفضت ان هو يكون يخرج حمادة عزه في الاول؟ مش انا اللي رفضت، ده هو اللي رفض. هو شادي نوعية خاصة برضو، شادي قريب مني انا قوي. مين اقرب حسه؟ لك شادي ولا طارق؟ طارق احب جدا اقعد معاه عن شادي. شادي ابني يعني مني الهم أكتر. لما بقى متضايق اقعد مع طارق الحقيقه، مفرفش ويفك، وعنده سرعه لماح جدا في النكته ودمه خفيف وكده. شادي لانه زيي بالظبط، فبالتالي ما بنبقاش يعني هملني الهم اكتر. بتتعامل معاه ازاي في البلاتو، يعني في اللوكيشن، انه ابنك ولا مخرج؟ ما المخرج دايما هو القائد والمايسترو. وهو القائد فعلا، بس انا لازم ابقى مقتنع بالحقيقة. شادي الحقيقة قادر اقول لك انه شال من عندنا كتير من المسؤولية. يعني اطمنت له. من وقت ايه؟ شيخ العرب. من وقت لا هو ما عملش شيخ العرب، اللي عمله شيخ العرب ده عمل خواجه عبد القادر. وبعديها دهشة. وانا استغربت جدا لما اختار الخواجه عبد القادر على فكرة. لانه هو يعني مش انا الرشح، المسلسل صعب وصوفي صعب وايقاع وقلت ده، بس انا لان انا عارف نفسي ان انا بروح برضه للتشالنج يعني التحدي، فلقيته هو نفس التفكير. ولازم يكون شاف فيه جديد، فقلت خلاص هي تجربه. وعلى فكره ما فيش ابدا يعني اكبر مقلب ممكن الاب او الام يعملها في ابنائه، انه يحطه في حاجه مش بتاعته، خصوصا في المهنه دي. ايه اللي بتقوله له؟ بتنصحه بيه؟ يعني هو لما في قبل ما يدخل معهد السينما، هو اشترط انه هو ما حدش يساعده. وفعلا راح قدم وامتعه وكتير. فقلت له ولا انا ولا عشرة زيي ولا الدنيا كلها تعرف تخليك فنان. مش ممكن يعني. الا لو انت، فانت حظك بقى، بما انك انت اخترت عن قناعه انك تبقى مخرج سينمائي خلاص. عشان كده يمكن اتعطل كتير. هو بعد ما اتخرج قعد حوالي 18 او 19 سنه. وبقى يعني كل المساعدين اللي في زمايله اشتغلوا وبقت حاجه، لدرجه ان بعد ما عمل الخواجه عبد القادر مره في انترفيو كان في دبي اظن، كان في الشارقه في افتتاح معرض الكتاب في الشارقة، فكنت مدعو في أول يوم في اللقاء، فلقيت واحدة قامت هجمتني، كانت مش عارف كويتية أو حاجة كده، قالت لي أنت إزاي يبقى عندك ابن كان بعد الخواجه عبد القادر وتمنعه؟ هم مفتكرين إن أنا اللي منعته أو ما اديتلوش الفرصة، لكن ما حدش بيدي الفرصة وحاجة زي كده، لأن الفرصة دي ممكن تضيعه. يعني بالذات الخواجه عبد القادر ده لو ما كانش قدها كان ممكن لن تقوم له قائمة بعد كده. بس برغم الخواجه عبد القادر هو ما بيخرجش مع ناس تانية، معظم شغله معاك. ما هو عمل عملين بس. لكن هو عمل حاجات على فكرة، كان وده اللي خوفني كمان عليه، بس ما بنتكلمش في حاجة زي كده، لأن أنا مؤمن قوي بالحرية الشخصية. حتى يعني مؤمن إن أولادك رغم إن هم منك بس أشخاص مختلفين عنك. فدماغهم هم حرين فيها تماما، انت تنصحهم بس، لكن مالكش ابدا انك تقول لهم اعمل كذا ولا ما تعملش كذا، مش حقك. ايه اللي اداهولك شادي بقى؟ والله اداني
انا ما بحبش اتكلم عنه لان انا كان بتكلم عن نفسي، بس انا شادي ريحني في حاجه لانه زي قريب قوي من احساسي، فعمره ما عامل حركه حسيت ان انا مش عايز اعمل ده. يعني زي ما يكون رغم ان احنا ما بنقراش مع بعض مثلا، يعني انتوا في البيت بيت واحد؟ لا ما بنقراش مع بعض في البلاتون. لما بيقول لي يعني هقول لك مشهد دهشه مثلا بتاع اللي عجب الناس اللي هو الحافي مشهد الجيله ده انا رحت عايز اقول لشادي ما تخليه وان شوت، لقيته بيقول لي انا طلبت كاميرا ثالثه عشان انا عايز اعمل وان شوت على طول. طبعا صح. يعني نفس الايه ده بقى بيريح، لان بدل ما مخرج مثلا يقول كذا وبعدين اقول له طب ما تخليه كذا. هقول لك بالنسبه للاستاذ محمد خان، ما هو موجود في خرج ولا ميعاد، المشهد اللي اتعمل ده برضو انا بثق لما يبقى المخرج كويس زي محمد خان، انت بتسيبيله نفسك. المشهد اللي اتعمل انا وليلى ده واحنا بنمشي وبتشتمني وانا وراها واحنا بنقرا اول مجال السيناريو من الاستاذ عصام توفيق، قلت لهم انا هعمل الفيلم ده عشان المشهد ده، ما فيهوش حاجه على فكره غير المشهد ده. دي فضلت راسخه عند محمد خان لغايه ما جينا يوم تصوير المشهد ده، وهو غالبا كان بيجي بيفوت عليا الساعه 4 الصبح ونركب سوا ونروح البنها يوميا ونرجع سوا. يوميها ما فاتش عليا وراح بدري هو لوحده يعني. فرحت لقيته واقف لي على، يعني هي كانت عزبه في بنها، واقف لي على الطريق قبل ما ادخل وقال لي اسمع انا المخرج. قلت له ما انا عارف يا محمد في ايه. قال لي انا عامل المشهد ده بكاميرا عاليه مش هتبان، هو عارف ان انا حابب المشهد ده جدا، فهو متخيل ان انا عايزه كلوز اب ولا وانا حاسه كده. قلت له وانا قلت لك لا، هو انت 100% رؤيتك صح، وقد كان فعلا هو احسن. ده كان اعظم مشهد فيه مش كده؟ هو بتعمل كده مع شادي؟ وبعمل كده مع شادي لان ما دام انا بثق في المخرج انتهينا خلصت. التلفزيون كمان دلوقتي بقى ايه، انا ممكن كنت في التلفزيون اشتغل مع مخرج، يعني كنت بحسبها ايه دايما زي ما بيجي لي، يبقى يعني الورق حلو ده يهمني جدا، لان في البدء كانت الكلمه زي ما بيقولوا طبعا المهم الورق قوي. لو مخرج نص ونص لكن الورق ده مع الممثلين دول هيشيلوا العمليه يبقى خلاص هيشتغلوا. دلوقتي الحكايه بقت لا، بقى التلفزيون عامل زي السينما، فلو ما كانش المخرج احساسه عالي جدا ممكن يضيعني. مين اهم مخرج اشتغلت معاه تلفزيون؟ اسامه انور وكاشه؟ عفوا قصدي اسماعيل عبد الحافظ؟ لا كثيرين الحقيقه، مش بس اسماعيل. اسماعيل طبعا عشان ليالي الحلميه في جمال عبد الحميد وجمال المخرج بتاع الزمن اللي هو التلات كاميرات والتقطيع اللي على الهوا ده كان اقرب للمسرح. بس هنا ممكن الشوت لو مش معمول صح في المكان الصح زي السينما، يعني كنت دايما في السينما لما يتعرض عليا فيلم اقول مين المخرج اول حاجه، في التلفزيون اقول فين مين الكتب. راح فين محمد علي؟ والله محمد علي موجود، بس انا قررت انه يرجع تاني زي ما كان مكتوب في الاصل فيلم سينمائي لكذا سبب الحقيقه، يعني او سببين مهمين قوي. انا احساس العمل ده خساره كبيره لو ما اتعرضش بره مصر. يعني محمد علي اللي عايز يقرا عنه التفاصيل موجوده، لكن هو فيلم للتصدير الحقيقه. ودايما انا من اول ما اتكتب فيلم الحقيقه كان نفسي إن كانت الدوله اللي هتعمله الاول خالص. ده لميس اللي كاتبه لميس هي اللي كاتبه الفيلم ده، وقعدت فيه برضه فتره طويله. ما هي لميس ده حبالها طويله تكتب في وقت طويل قوي، وقعدت 12 سنه في فاروق، 12 سنه في فاروق. ايوه كان حضرتك المفروض تعمله، كنت انا المفروض اعمله لغايه ما قلت لها خلاص. ولا وهو لما يعني انا هو مات سنه اقل مني فما ينفعش، ما عملتش فاروق، راحت راح لتايم الحسن ماشي. قالت لي قالت لي بقى هعمل محمد علي وبتاع، وعملت الصوره فيها ميك اب محمد علي ممكن لانه هو مات 80 سنه ما اعتقدش ان انا عايش لغايه 80. لا ربنا يديك الصحه. طب ما ليه يعني نقدر نعمل محمد علي بس؟ ما ده انا اعتقد انه هيصل، وانا رايي ان يعني
هو ده فيلم دولة الحقيقة، بس لازم يبقى معاها ناس، لأنه عشان يعني هو الأهم من الإنتاج وتوزيعه. لأن الفيلم ده عشان ينجح قوي لازم يتعمل كويس قوي، لازم يتكلف صح. آه طبعا طبعا، ويتعمل ويبقى اتعمل. يعني ده اللي أنا أستخسره، أنه يبقى مسلسل. لأنه ما هو فيه مسلسلات ويتصرف فيها. أولا المسلسل محدش هيقدر عليه لو اتعمل صح، ولا ملايين، يعني الملايين مش هيجيبها. لكن فيلم ممكن، بس برضه هيتكلف، فلازم يتوزع صح. وعندك لسه أمل إن محمد علي لو ربنا اداني العمر كده ان شاء الله اعتقد انه يتعمل. ولميس خلصت الكتابه الحمد لله؟ لا ده متخلصه من زمان الكتابه ده، يعني ما فدي مش مشكله يعني ان شاء الله. نخرج فاصل، وبعد الفاصل نواصل هذا الحوار مع الفنان الكبير يحيى الفخراني.